هذا المعرض فيه فرصة حقيقة تاريخية تقام لأول مرة في بغداد، أتاحت لنا أحد الشخصيات العراقية اللي تتكتم عن الإفصاح عن شخصيتها حقيقة بحكم الظروف الموجودة في بغداد. هي 42 عمل من مجموعة تبلغ أكثر من 1000 عمل. سمعت عنها عن طريق الفيسبوك، ويعني أول مرة أشوف لوحات بيكاسو، أتمنى تتكرر مرة ثانية، ويعني ضروري أنه يندعم الفن هنا، خصيصاً إحنا يعني شعب صاحب حضارة ويعني تاريخ ثقافي وهاي الشيء.